صينيه اجنحه الدجاج بالخضار. عندي مجموعه خضار، شيلي وحطي فيها زي ما انت عايزه. انا بقى حاطه فيها ايه، وده طبعا ذوق شخصي بحت، بطاطس، فلفل رومي احمر، بصل، جزر، طماطم، فلفل. بعد كده عايزه تشيلي الجزر مفيش مشكله، عايزه تزودي البطاطس او تشيليها خالص، عايزه تحطي بسله، عايزه تحطي فاصوليا خضراء، كل ده براحتك، لكن البصل والطماطم والفلفل هم دول الاساسي معايا. دي مجموعه الخضار اللي هتبقى تحت اجنحه الدجاج في الصينيه. طيب ندخل على اللي بعده، التوابل الأساسية بتاعتنا اللي هستخدمها في الاتنين، هستخدمها في تتبيل الأجنحة وهستخدمها كمان في تتبيل الخضار. عبارة عن ايه؟ بصوا بقى، ملح وفلفل، زيت، بابريكا، كزبرة، وبهارات فراخ. بعد كده هزود على نفس التتبيلة علشان الأجنحة، هيبقى توم وصلصة، وهنحط كوباية مية، ونفس برضو البهارات والتوابل هي هي، ودي اللي هتدي ريحة وطعم الشوي للأجنحة نفسها. أول حاجة عملناها في الأجنحة، قطعنا الحروف بتاعتها أو اللي بتتسمى الضفر، يعني قطعنا الضفر بتاع الجناح ماشي، وبعد كده اتغسلت كويس قوي، اتدعكت بالدقيق الاول على الناشف، فبخلي الدقيق عامل زي الصنفره يشيل لي اي حاجه موجوده على الجناح. وبعد كده قطعنا الضفر، وبعدين حطيناها برده في محلول النقع، ميه وملح وسكر وخل، وبعد كده بشطفها تبقى بالمنظر اللي انتم شايفينه ده. قشطه قشطه يا اخواتي قشطه، بصوا اهي، تعالوا نتبلها الاول. هنتبل الاجنحه بايه؟ بسم الله، زي ما اتفقنا نجيب معلقه، واتفقنا على التوابل بتاعتنا. يلا يا بركة بسم الله، شوية زيت كده، هون زيت ايه كتير شوية. اللي عايزة تحطي سمنة هتحطي سمنة مع الخضار مش مع الأجنحة، عشان أنا دلوقتي بعمل تتبيلة شوي. آدي الزيت، وبعدين هحط صلصة عشان تدي لون الشوي اللي انتوا شفتوه ده بالشكل ده، والله يا جماعة ريحتها عالمية ما شاء الله بجد. وهحط توم، دي كده تتبيله الاجنحه ماشي كده. وبعد كده هناخد، هنشيل دول كده دلوقتي، وهناخد بقى معلقه حلوه كده، وناخد التوابل بتاعتنا اللي هي كانت ايه التوابل، نعد مع بعض، كزبره ماشي، بابريكا، ونفس التوابل هتبقى للخضار، كزبره وبابريكا وبهارات فراخ، وممكن بدلها كاري لو عندك كاري برضو بيبقى حلو قوي، وملح وفلفل. الملح اهو كده نظبطه، وانا حاطه في دماغي ان انا لسه هتبل الخضار برضو هحط فيه ملح وفلفل بس. وهوبا بقى تقليبه حلوه محترمه كده هون، بصوا ريحتها طالعه جميله. ما بنحطش عصير ليمون ولا خل علشان الخضار يفضل طعمه حلو كده، المزازه بتاعه الليمون او الخل ما تاثرش على طعم الخضار ماشي كده اهو. وادي سماره كمان قامت بالواجب وزياده، نزلت لكم المقادير تاني، متشكرين يا ستي. بصي ادي كده يا جماعه الاجنحه اتبلت. على فكره انت ممكن تتبليها التتبيله دي وبالشكل ده، وترصيها في صينية وتدخليها الفرن تتشوي، يعني مش لازم تحطي تحتيها خضار أو تعمليها صينية كاملة. أنا بس النهاردة علشان عايزة أعمل لكم غدوة كاملة ومتكاملة، فقلت نحط تحتيها خضار ويبقى كده إيه، ضربنا عصفورين بحجر. آدي الأجنحة كده زي ما سمر جايباها أهي، شايفين إزاي؟ وادي الزيت مديها اللمعة الحلوة، والصلصة كمان مع الزيت هتدي لون الشوي الحلو. بس كده دلوقتي هنتبل الخضار، حطي شويه زيت، وزي ما قلت لك ممكن هنا تحطي سمنه، وبعد كده حطي نفس التوابل بتاعت اجنحه الدجاج بس هنا من غير صلصه، يعني ادي بهارات فراخ، وادي كزبره، بقلل شويه علشان ايه، اصلا طعم التوابل بتاعت الاجنحه هتنزل على الخضار ماشي كده. يعني احنا بنحط شويه توابل بسيطه بس كده اظبط بيها طعم الخضار ليس الا. وادي الملح، والفرن عندك يكون سخن، وادي فلفل اسود بس كده، وكده تتبيله الخضار تمام اهي.
بسيطه، لان احنا متبلين اجنحه الدجاج اللي هي اصلا طعمها وتتبيلتها هتنزل اصلا على الخضار. بصوا بسيطه ازاي، عسل، مفيش ابسط من كده في الدنيا. وبعد كده هناخد بقى البطاطس، بسم الله اهي، حطها كده ايه في التتبيله. يبقى احنا ظبطنا التتبيله الاول، وبعد كده بروح نازله بالخضار. وادي البصل، اكتر حاجه زوديها هي البصل كده، فلفل رومي احمر بيدي تذكيره حلوه قوي للصينيه بتاعتنا، وبعدين طماطم عشان تدي ايه، تدي عصاره كده منها فيها من غير ما ازود في الخضار صلصه ولا اي حاجه، وكمان فلفل اخضر عشان يدي ريحه حلوه، وممكن نحط قرن فلفل حامي تقريبا كده يا ولاد، انا كنت قايله لكم قرن فلفل حامي. وادي الجزر كمان، اخلي كل التوابل اللي انا عملتها في الاول خالص تدخل في كل الخضار. ناخد بقى الخضار، بسم الله، ونرص كده. شوفوا شكل الخضار عامل ازاي، شويه رز ابيض مع الصينيه دي بقى بيليق جدا جدا مع الاكله الحلوه دي. بعد كده هجيب بقى الاجنحه بتتبيله الشوي دي وهرصها كده. ممكن تعمليها كده كلها في اتجاه واحد علشان ايه، تدي في الاخر شكل حلو. طب احنا دلوقتي ما فيهاش سوائل خالص، محتاجين سوائل علشان البطاطس تستوي، وعلشان كمان الاجنحه تستوي بمنتهى السهوله من غير ما تنشف معانا. يبقى انا كده محتاجه احط كوبايه ميه، ناخد كده ايه قرنين فلفل كده اهم، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. وهنجيب شويه ميه ونحطهم في الصينيه، مش اكتر من كوبايه يا جماعه، ما تزوديش، بسم الله، ووزعيها كده. بصوا اوعي الميه تيجي على التتبيله بتاعه الاجنحه عشان ما توقعهاش من على الاجنحه، في كل حته كده زودي شويه كده في الاخر خالص، يبقى الاجمالي هي حوالي كوبايه ميه مش اكتر من كده، بساعد بس الصينيه انها ما تنشفش. ادي ورقه زبده محترمه كده، ماشي، هكرمشها كده وبالله. يا ريت الحركه دي تعتمدوها عندكم على طول. هروح كده مغطيه بيها الصينيه كده وهي مبلوله، انسي بقى. وبعد كده ورقه الفويل عليها بقى وعلى الفرن على طول على اعلى درجه حراره، نص ساعه متغطيه، وبعد النص ساعه هشيل الغطا واسيبها شويه كمان لغايه ما تاخد لون الشوي الحلو. هي في اول نص ساعه هيكون الخضار استوى وكمان الاجنحه استوت، انا بس بعد كده بحطها شويه علشان ايه تاخد بقى شويه حلوه كده.